دكتور يعني اللوز والتهاب اللوز مفيش حد ما بيشتكيش منه، مفيش حد مش موجود عنده في البيت، بس خلينا في البدايه نتكلم ايه هي اللوز وايه هي فائدتها للجسم. خليني اقول لحضرتك ان انت زي ما حضرتك وضحتي في الاول، احنا عندنا شويه حاجات كده بتبقى كومن عامه في الشعب. مفيش حد ما بيحصلوش التهابات في اللوز، مفيش حد ما بيحصلوش التهابات في الحلق، مفيش حد ما بيحصلوش اتاك بتاعه صداع، مفيش حد ما بيحصلوش حساسيه في عينيه. في شويه كده حاجات موجودة عم حدش ما بيحصلوش نزلة برد. اللوز دي فعلا من الحاجات اللي بتتكرر كتير عند ناس فينا، سواء اذا كنا صغيرين في السن اطفال او ناس كبيرة في السن. الناس كلها عارفة ومعلومة بحب اكد عليها، ان اللوز دي هي الخط الدفاعي المناعي الاول للجسم، مش هي لوحدها. احنا عندنا رينج معين، الرينج ده اسمه الفالداير رينج، بيتكون فيه جزء من اللحمية واللوستين اللي احنا بنشوفهم جوه الحلق عندنا، ونوعين تاني من اللوز موجودين في اخر لساننا، ومجموعة من حاجات تشبه اللوز تسمى الغدد الليمفاوية موجودة على يمين وشمال الحلق بتاعنا. الرنج دي كلها على بعضها، أو المجموعة دي كلها على بعضها، تمثل الخط الدفاعي الأول من الجسم. يبقى خلينا نتفق إنه الستين دول جزء من الخط الدفاعي الأول للجسم. فايدتهم إيه؟ بيحافظوا علينا ضد البكتيريا، ضد الفيروسات. هما مكانهم في مجرى الهواء، سواء إذا كان الهواء هيعدي من مناخيرنا ويعدي عليهم، أو هيعدي من جوه بقنا ويكمل على تحت، فهم عاملين زي المصيدة اللي بتصطاد اي ميكروب او اي فيروس معدي علشان ما يدخلش عندنا الجهاز التنفسي العلوي. فهم من ناحية الافادة هم مفيدين، ومفيدين جدا. المشكلة اللي بتحصل دايما هو ايه اعراض اللوز؟ هو احنا نشيل اللوز امتى؟ هو انا ابني يشيل اللوز ولا مش يشيل اللوز؟ تساؤلات كثيرة جدا، تساؤلات كثيرة جدا في النقطة عليها. بس خلينا نقول يا دكتور، اللوز تتعرض لالتهابات بانواع مختلفه، فايه هي الالتهابات وايه هي اعراضها، وهل بتختلف نوع الالتهاب من الاعراض حسب نوعيته ايه؟ تمام. خليني اقول لحضرتك، احنا لما نيجي نتكلم عن التهابات اللوز هنتكلم بالشكل العام بتاع الالتهابات، ان احنا عندنا نوعين من الالتهابات، الالتهاب الحاد والالتهاب المزمن. الالتهاب الحاد بنقسمه هو نفسه لثلاث مراحل. طبعا الفيروسز او البكتيريا اللي بتعمل اللوز، احنا عندنا التهابات فيروسيه بتعمل عندنا التهابات لوز، والتهابات بكتيريه بتعمل عندنا التهابات لوز. ولكن مراحل الالتهاب الحاد بتعدي على ثلاث مراحل. النوع الاول اللي بنسميه كاتارا التونسيلايتس. خليني اقول بس للساده المشاهدين ان احنا عندنا اللوزه دي قاعده على سرير جوه جيب، لها غطا من فوقيها وغطا من تحتيها، وهي مستخبيه في النص. النوع الاول من انواع الالتهابات الحاده وهو الكاتارا التونسيلايتس، ده بيبقى عندنا التهاب في الغشاء الخارجي اللي بيغلف عندنا اللوز. النوع الثاني من التهابات اللوز الحاده هو البرانكيميتس تونسيلايتس، وده اللي بياخد عندنا الخلايا الداخليه لللوزه بلس ان احنا عندنا الغشاء الخارجي. النوع الثالث وهو الاخطر، وهو ما يسمى الاكيوت فوليكولار تونسيلايتس او الالتهابات الصديديه في اللوزتين، وده بيبقى نوع الميكروب اللي مسببه أقوى شوية، أو مناعة الجسم في الوقت اللي الميكروب هاجمنا فيه كانت ضعيفة، أو اللوز دي بتلتهب كتير، فبالتالي بنوصل الالتهابات المتكررة ممكن توصلنا للمرحلة دي. بس الالتهابات المتكررة يا دكتور برضو ممكن تخلي، لو التهاب حاد تخلي يتغير الالتهاب مزمن؟ طبعا كلامك مظبوط تماما تماما. خليني أوضح نقطة صغيرة، إن احنا عندنا الالتهاب الصديدي ده ممكن يقلب عندنا حاجة اسمها كوينزي أو خراج في اللوز، وده اصعب مرحله من مراحل التهابات اللوستين. الكلام اللي حضرتك بتقوليه مظبوط تماما، ان احنا كتر الالتهابات الحاد عندنا بتحول عندنا الالتهاب من التهاب حاد الى التهاب مزمن، وده اللي بسببه بنضطر ان احنا نعمل عمليه استئصال اللوستين. احنا بنعرف الالتهاب المزمن ازاي؟ ان هو الواحد بيحصل له التهابات متكرره اكتر من 5 مرات في السنه. ريسنتلي او حديثا احنا الجايد لاينز عندنا بتقول ان احنا لو بيحصل لنا 3 مرات التهابات في السنه على مدار 3 سنين متتاليه، فاحنا عندنا ما يسمى بالكرونيك تونسيلايتس او اللوز المزمنه اللي محتاج ان احنا نشيل اللوز دي علشانها. او لو حصل لنا التهاب 5 مرات في السنه على سنتين متتاليتين، ده برضو يعتبر كرونيك تونسيلايتس ومحتاجين ان احنا نشيل اللوز علشانها. او اخر حاجه لو احنا حصل لنا التهاب 7 مرات في السنه في اخر سنه، انا اخر سنه عندنا الطفل بتاعنا او احنا ككبار حصل لنا 7 مرات التهابات في السنة، فدي محتاجين نشيل اللوز 5 مرات سنتين ورا بعض، أو 3 مرات 3 سنين متتالية ورا بعض. طب لو فعلا اللوز يعني بتصاب بالتهابات متكررة وما شلناش اللوز، إيه هي مضاعفات أو تأثير اللوز على الصحة العامة؟ تأثير اللوز على الصحة العامة، خلينا نتكلم في نقطتين. هنتكلم في الأخطر الأول وهو الميكروب السبحي. احنا عندنا اللي بيعمل التهابات، أكتر واحد بيعمل التهابات عندنا التهابات لوستين في الجسم هو الميكروب السبحي. مشكله الهرمون الميكروب السبحي ان هو له مواد معينه بيفرزها
المواد دي بتدخل تتخلل عندنا عضلة القلب وبتتخلل عندنا الغشاء بتاع الكلى وأغشية المفاصل، فبتعمل ما يسمى بالحمى الروماتيزمية. فاحنا لما بناخد القرار ان احنا هنستأصل لوستين بسبب الموضوع ده، احنا بيبقى عندنا تحليل هو بالنسبة لنا بيقول احنا الميكروب السبح ده بدأ يعمل مشاكل في الجسم، بدأ يعمل حمى روماتيزمية ولا ما عندناش حمى روماتيزمية. فاحنا دايما لما بيكون عندنا التهابات متكررة من ضمن الأسباب المهمة اللي بنشيل علشانها اللوستين، ان احنا بنبقى خايفين ليحصل لنا حمى روماتيزمية عن طريق الميكروب السبحي. دي نقطة في نقط التهابات اللوز المزمنة، او هي دي المخاطر اللي ممكن تعملها لنا. ما دون ذلك انت عندك التهابات متكررة، عندك زيارات متكررة للدكتور، عندك طبعا أدوية باستمرار، عندك مضادات حيوية باستمرار، مضادات حيوية من كترتها ممكن تأثر على المناعة بتاعت الجسم او تأثر على الحالة العامة بتاعت الجسم. الطفل بيسخن، وقت السخونية بتأثر على كل اعضاء جسمه، ما بيقدرش يتحرك، بتبدأ ركبة توجعه وبتبدأ ايديه مش عارف يعني. تتأثر عموما، ما بيأكلش، ما لوش نفس في الاكل، تمام، ما بيلعبش، ما عندوش طاقة، يعني كل ده بيأثر على الطفل نفسه. كل الحاجات دي بتأثر على الطفل، وخصوصا لما يقلب الموضوع من التهاب حاد الى التهاب مزمن، بتبقى الزيارات متكررة للدكتور، الأدوية طبعا متكررة، كل الحاجات دي بتأثر على الصحة العامة بتاعة الطفل. طب بالنسبة للأعراض يا دكتور، ايه هي أعراض الالتهاب المزمن وايه هي أعراض الالتهاب الحاد؟ أعراض الالتهاب الحاد هي الأعراض اللي احنا كلنا عارفينها، اللي احنا بنتكلم بنختصرها في كلمة فاهم: حرارة، هددان عام في الجسم، صداع، تكسير عام. حرارة بتفرق يا دكتور؟ لو حرارة عالية أو حرارة عادية دايما مثلا دايماً ما بتعلاش لدرجة توصل 40؟ لا، بتوصل عندنا فوق 40 كمان، بتوصل كمان فوق 40 في الالتهابات، في الالتهابات الصديدية ومع الخراج بتاع اللوز الحرارة عندنا بتوصل 40. بلس طبعا وجع الزور، أنا مش عارف آكل، مش عارف أبلع، ولا ريحة كريهة من الفم، أنا مش عارف أبلع، أنا مش عارف آكل، الطفل بيخس. كل الحاجات دي بتبقى من ضمن الأعراض المزمنة، الأعراض الحادة. الأعراض المزمنة اول شكوى فيها بتيجي من المريض: انا لوزي ابني بتجيلي كتير، او انا زوري بيلتهب عليا كتير، انا على طول عند الدكاتره، انا على طول باخد مضادات حيويه، انا على طول باخد مضادات التهاب. فدايما دي مشكله اللوز الحاد. بلس طبعا ان هو كل ما يحصل مشكله في اللوز المزمنه كالتهاب حاد، بيبقى عندنا الاعراض بتاعه الالتهاب الحاد مع الالتهاب المزمن، الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض، هو عنده الشكوى المستمره ان انا باستمرار بيحصل لي التهاب متكرر في اللوزتين، بلس ان انا عندي الشكوى الحاده اللي هي اما بتحصل والميكروب بيشتغل، الحراره بترفع، الجسم بيسخن، وجع في الزور، مش عارف ابلع ريقي، كل الحاجات دي بتبقى موجوده معانا. بلس المشكله المزمنه ان انا اللوز بتلتهب عندي كتير. بالنسبه للالتهاب الصديدي، حضرتك ذكرت التهاب الصديدي ممكن يبقى موجود في الالتهاب المزمن او الحاد، ولا بيبقى في المزمن اكتر؟ بصي، هو احنا هنعتبر ان الالتهاب المزمن ده هو حاجه موجوده معانا مستمره، شكوتها الاساسيه ان اللوز بتتكرر كتير. ممكن بيحصل لنا حاجه اسمها اكيوت اون توب اوف كرونيك تونسلايتس، اللي هو التهاب حاد فوق الالتهاب المزمن. انا خلاص لوزي بتتكرر لي، بيجي لي 5-6 مرات في السنه، اللي هو ده بقى الالتهاب الحاد اللي بيحصل فوق الالتهاب المزمن. بيحصل عندنا فيه حراره، وممكن يحصل فيه صديد، وممكن يحصل فيه خراج، ممكن يعمل لنا كل المشاكل اللي بيعملها لنا الالتهاب الحاد. طب هل في انواع مختلفه من الصديد واسبابه بتبقى برضو فيروسيه او بكتيريه؟ هو وايهما اخطر واقوى؟ هو طبعا الالتهابات الصديديه دي اقوى التهابات او اخطر التهابات بتحصل على الجسم، لان زي ما قلت لحضرتك ممكن تقلب عندنا ما يسمى بالخراج في اللوز او الكوينزي، ده بيبدا يعمل لنا مشاكل تانية بعد كده وبيأثر لنا فعلا تاثيرات جامده. بس اقدر اعرف امتى ان انا عندي خراج؟ يعني هل الالم بتبقى يعرف الدكتور؟ لكن الالم هتبقى مبرحه، هتبقى اقوى بكتير، الحراره هتبقى اعلى، هيبقى عندنا مشكله احنا مش عارفين نفتح بقنا، يعني الطفل او الكبير مش عارف يفتح بقه ابطون، احنا كمان السلايفا او اللعاب بينزل، مش قادر يبلع. طبعا مش قادر يبلع، اللعاب بينزل كمان من كتر ما هو مش قادر يفتح بقه ومش قادر يتكلم من كتر الصديد اللي موجود عندنا ومش عارف يتكلم منه. فدي، وبالمناسبه هو الخراج بتاع اللوز ده من ضمن اهم الاسباب اللي على اساسه بنشيل اللوستين. يعني احنا عندنا اسباب كتير كده، عندنا لسته من الاسباب. طبعا ايه هي الاسباب يا دكتور؟ وفي سن قد ايه ممكن نقدر يعني الدكتور يعمل استئصال للوزتين؟ طيب انا هقول لحضرتك الحاجات الاساسيه، يعني الاشهر الاسباب عندنا والحاجات المهمه بالنسبه لنا، وبعد كده في حاجات طبعا تانية بتبقى طبيه او حاجات ميديكال احنا بنقدر ناخد قرارات فيها في سن اصغر من كده شويه. طبعا الالتهابات المتكرره اللي زي ما قلت لحضرتك 5 مرات سنتين متتاليتين، او 3 مرات 3 سنين متتاليه، او 7 مرات في اخر سنه. في الكبار بنقلل الاعداد دي شويه وبنخليها ان يحصل له 3 مرات في السنه. بس استئصال لوز عند الكبار بتكون اخطر من استئصال لوز عند الصغيرين؟ هو يعني مش اخطر، بس خليني اقول لك ان الاوجاع بعد العمليه بتبقى اكتر شويه، اكتر بكتير. الاشاعات اللي كانت بتتقال زمان بلاش نشيل اللوز واحنا كبار علشان صعبه وعلشان هتنزف،
الكلام ده حاليا مش موجود دلوقتي، لان احنا بنعمل العمليات بحاجه اسمها راديو فريكوانسي كوبليشن، اللي هو ده. ايه هي فايدته يا دكتور راديو فريكوانسي؟ فايدته في الكبار، احنا لينا عندنا فايدتين. احنا عندنا فايده مهمه جدا، ان احنا بنشيل اللوزه وبنعمل لها في نفس الوقت كي للمكان بتاع اللوزه عشان ما تنزفش، علشان ما تنزفش. ففكره النزيف اللي بيحصل بعد العمليه، بعد عمليات اللوز دي، ما بقتش وارده قوي مع الكبار، مع الطرق بس الحديثه. بس ممكن يا دكتور برضو حتى لو عملنا بالراديو فريكوانسي ممكن يحصل لسبب ما نزيف للكبار؟ خلينا نقول كده، انت هتطلعين على نقطه تانية بس نقطه مهمه، وهي النزيف بعد عمليات اللوز. احنا النزيف بعد عمليات اللوز ثلاث انواع من النزيف باختصار. هو نوع اولي بيحصل اثناء العمليه، وده بيبقى تحضير مش كويس للعيان، يعني انت مش محضراه طبيا كويس، والجراح بيبقى فيه شويه اخطاء فبيعمل لنا النزيف الاولي. النزيف الرياكشنري هيموريدج ده اللي بيحصل خلال اول 48 ساعه، وده بيحصل لاسباب ضغط بيرتفع، او يكون حاجه من الحاجات اللي معمول لها ربط او معمول لها كي فكت من مكانها فتعمل لنا مشكله زي دي. والنزيف السنوي اللي بيحصل من 5 ل 10 ايام بعد العمليه، ده وارد يحصل لاي حد هيعمل بجراحه عاديه، هيعمل بريزر، هيعمل براديو فريكوانسي، وخصوصا في الاضل. ده بيبقى سببه لا اما بناخدش الدواء بشكل كويس، لا اما احنا ما بناكلش كويس بعد العمليات، وده اللي بيعمل لنا مشاكل النزيف السنوي. ده غالبا بيبقى المريض من الالم خايف ياكل بعد العمليه، فبالتالي بيحصل لنا مشكله النزيف السنوي ما بعد عمليه استئصال الوستات. راديو فريكوانسي له اهميه كبيره قوي، لان حضرتك سالتيني سؤال في الاول، هو احنا هنشيل اللوز عند سن قد ايه؟ هو طبعا يعني الجايد لاينز بتقول ان احنا نشيل من عند سن سنتين وتسع شهور، او ابتداء من سن ثلاث سنين، لان بيبقى عندنا حاجات تانية في الجسم بدات تشتغل مكان اللوستين. الا في بعض الحالات زي حالات الابنيه، طفل بيتخنق، او الالتهابات اكتر من اللازم. يعني ايه يا دكتور في حاجات تانية في الجسم بدات تشتغل بدل اللوستين؟ عندنا اللوستين اللي في اخر اللسان عندنا بيبداوا يشتغلوا من عند سن سنتين ده بعد سنتين بعد سن سنتين وتسع شهور بيبداوا يشتغلوا. عندنا خلايا معينه بتفرز من الكبد بتبدا تشتغل مكان في الدور المناعي بتاع اللوستين، فبالتالي بنقدر نشيل اللوستين. خليني اقول لك ان الراديو فريكوانسي له حاجه مهمه تانية عندنا بنستخدمها في الاطفال، ان احنا لو عندنا اطفال سنهم صغير وعندنا ما يسمى بالاوبستراكتيف سليب ابني او الابنيك اتاك، الناس اللي بتتخنق بالليل، الابني اتاك ده بيبقى ايه؟ اللي بيحصل لهم انقطاع في التنفس وهو نايم اثناء النوم. اثناء النوم بيحصل لهم انقطاع في التنفس. بس ده يا دكتور مش ممكن يؤدي للوفاه؟ ده ممكن يؤدي في الوفاه في الكبار وفي الصغيرين، وبيؤدي الى ضعف في عضله القلب. فعشان كده احنا في الاطفال كان بيبقى، طب ازاي نلاحظه؟ ما هو الطفل بيبقى نايم محدش، لا انت الطفل ساعه ما يحصل له الاتاك ان هو مش عارف ياخد نفسه، هتلاقي ابنك بيصحى من النوم او بيقوم مفزوع. يعني بيقوم مفزوع من النوم او بيصحى من النوم فجاه علشان الاكسجين اتقطع عنه. خلينا اقول لك ان الراديو فريكوانسي له اهميه مهمه في النقطه دي دلوقتي، ان الاطفال حتى لو سنهم صغير او حتى لو سنهم يسمح ان احنا نعمل عمليه اللوز، بس هي اللوز دي ما بتتكررش عليهم، هي مجرد ان حجمها كبير بس فقط لا غير. فقفللنا النفس مع اللحميه بتخليه مش عارف يتنفس كويس، بنعمل حاجه دلوقتي استئصال لحميه مع حاجه اسمها تونسيلوتومي. بس الحجم الكبير للوز يا دكتور ده بيبقى حاجه وراثيه، مش ان هي اللوز فيها مرض معين ادى لكبر حجمها ولا الاحتمالين واردين. يعني احنا عندنا احتمال ان هو تكون حاجه وراثيه وهو مولود من البدايه حجم اللوز دي كبير، او عندنا احتمال تاني انها من كتر الالتهابات المتكرره عليه حجمها كبر. يعني الاحتمال ده وارد والاحتمال ده وارد. الاطفال دول اللي هم ما بيحصل لهمش التهابات متكرره في اللوستين وحجم الوزن كبار وقافلين عندنا عاملين الابنيك اتاك او عاملين انقطاع النفس، حديثا احنا بنعمل لهم حاجه اسمها تونسيلوتومي. ايه التونسيلوتومي؟ احنا بنشيل جزء من اللوز مع اللحميه عن طريق جهاز الراديو فريكوانسي، وبالتالي احنا حافظنا على اللوز. ليه العلاقه دايما يا دكتور العلاقه فعلا بين اللوز واللحميه؟ ليه الاثنين بتبقى زي باكج كده لازم يتشالوا؟ لا احنا بنشيل اللحميه لوحدها. بتشيل اللحميه لوحدها؟ احنا ممكن نشيل اللحميه لوحدها. طيب. بس احنا اما بنيجي نعمل، بس دايما بسمع اللوز بتتشال مع اللحميه. اللحميه بتتشال مع اللوز او العكس، اللحميه تتشال يعني احنا بنشيل اللحميه مع اللوز، انما ما بنشيلش اللوز مع اللحميه. اللحميه بنشيلها لوحدها، نقدر نشيلها من سن يوم لو هي عامله لنا مشكله. اللوز بس بعد كده لازم نضطر ان احنا نشيل اللوز لو شايلين اللحميه؟ مش لازم خالص خالص. ده دي حاجه ودي حاجه ثانيه. اللي انا بتكلم عليهم الاطفال اللي بيحصل لهم انقطاع في التنفس وحجم لحميتهم كبير وحجم لوزهم كبير، بس هي اللوز ما بيحصلش فيها التهابات، فدول بنعمل لهم استئصال جزئي للوز عن طريق جهاز الراديو فريكوانسي مع ان احنا بنستأصل اللحميه، فبالتالي بنخلي طريق الهواء عنده مفتوح وكويس ان الطفل يقدر ياخد نفس، فتبطل الاتاكس الابنك اتاك اللي بتحصل له بالليل دي تبطل تحصل. وده في اي سن يا دكتور؟ التونسيلاتهم بنقدر نعملها في اي سن، احنا بنحافظ على خلايا اللوز، احنا ما بنشيلهاش، احنا بنسيب اللوز تعمل وظيفتها زي ما هي، بس بنشيل منها جزء عشان يفتح لنا طريق التنفس.
بس ده ما ينفعش في الاطفال اللي لوزهم بتلتهب. يعني لو طفل عنده لوز مزمنه بتلتهب اكتر من 5-6 مرات في السنه على سنين متكرره، ما ينفعش نشيل له جزء من اللوز ونسيب الجزء الثاني، لان احنا كده ما حلناش المشكله. هيبقى عندنا الخلايا اللي موجوده دي هتفضل تلتهب علينا بعد كده وهتعمل لنا مشكله ثانيه. وبالنسبه للجزء اللي بيتشال ده مع مرور الوقت ممكن برضو اللوز وهي موجوده في مكانها يحصل لها اي التهابات اخرى، ولا ده بيبقى في كوقايه ولا؟ بصي يعني خلينا نقول ان مفيش حاجه، يعني مفيش حاجه ممنوع انها تحصل، هو ممكن يحصل بس احتمالات حدوثها بسيطه جدا، لان احنا عندنا اللوز دايما عند الكبار حتى ما يبدا سنه يكبر ويبدا يجي له التهابات متكرره في اللوز غالبا بتبقى المشكله بدأ من عنده هو صغير، يعني غالبا من هو صغير بتبقى المشكله بادئه بالتهابات لوز متكرره، فما بيكبر ممكن نفضل فتره من الزمن الالتهابات ما بتحصلش وترجع تحصل لنا تاني بعد ما نكبر تاني. انما دي مش يعني ان احنا لو شلنا جزء لطفل لوزه ما بتلتهبش فكره انها ترجع تلتهب تاني مش وارده قوي. وقت العمليه دكتور دايما يعني الكبار عموما بيبقوا قلقانين حتى لو سنهم كبير بالنسبه لموضوع البنج الكلي، واكيد بالنسبه للاطفال ده هيبقى قلق اكتر زياده عن اللزوم، ففي الحاله دي البنج بيكون ازاي وايه الاحتياطات الامان بالنسبه للطفل اللي بتتاخد؟ هو طبعا البعبع بتاع كل العمليات في مصر هو التخدير او البنج. طبعا لو هنتكلم عن الجزء بتاع الاطفال خليني اقول لحضرتك ان لو انت بتعملي العمليه في مكان محترم مفيش حد بياخد اي حقنه بنج او اي حاجه غير ما بيتعمل له التيست بتاع الحساسيه قبلها. يبقى احنا لو هناخد اي دواء لازم هنعمل تيست حساسيه. الحاجه الثانيه ان احنا الاطفال بياخدوا نوعيه معينه من البنج، انا مش بس علشان ما يبقاش بنعمل ماركت لحاجه او بنتكلم عن حاجه باي نيم، احنا في انواع معينه بنستخدمها هي مخصوصه للاطفال بتخلي ان احنا نسبه التخدير تبقى اقل ونسبه الحاجات اللي بتمشي عندنا في الدم تبقى اقل، ودي مخصوصه للاطفال بس لازم تعمل عمليه في مكان محترم علشان تستخدم هذه الانواع. حديثا مع وجود الراديو فريكوانسي وقت العمليه نفسه ما بياخدش من 10-12 دقيقه، يعني احنا وقت العمليه اللحميه باللوز ما بتاخدش تقريبا من 10-12 دقيقه مع وجود الاجهزه الحديثه في ان احنا بنعمل بيها العمليه. فبالتالي الطفل برده ما بيلحقش ياخد ادويه كتير او وقت كتير في البنج. في الكبار هي نفس مشكله البنج، احنا برده ما بنديش بنج غير ما بيتعمل اختبار حساسيه. كانت مشكله الكبار دايما في ماده معينه بنستخدمها بتعمل انبساط للعضلات في الجسم، المادة دي حديثا ما بنستخدمهاش لان هي برضو بتعمل لنا مشاكل كتيرة، وكان في ناس كتير بياخدوا البنج دول وما بيرجعوش يفوقوا منه تاني، فبطلنا المادة دي عالميا بطلت تستخدم، وفي مصر برضو حديثا بطلت تستخدم. حديثا بس في مصر ابتدت ان هم يبطلوا حديثا بدأت تستخدم في كل الاماكن، يعني حديثا دي نقصد بها 10 سنين مثلا. طيب. بدأت تستخدم في كل الاماكن. برضو النقطة اللي بنبه عليها لازم برضو تعملي العمليات في مكان محترم علشان طبعا تبقى كل الحاجات دي بتستخدم بشكل كويس. وقبل العملية يا دكتور بيبقى فيه فحوصات خاصة بالنسبة للأطفال؟ في طبعا في فحوصات، بس دي فحوصات تحضير للعملية أو هي اللوز عملت لنا مشاكل جوه الجسم ولا لأ، إنما ما عندناش فحص بنعمله يقول ده أنا عندي التهابات لوز ولا ما عنديش التهابات لوز. أنا عندي فحوصات بعملها تجهيزا للعملية وعندي فحوصات بعملها زي إيه دكتور بالنسبة للأطفال؟ زي صورة دم كاملة، سرعة ترسيب، سرعة نسف، سرعة تجلط، ميكروب سبح بالجسم، كل الحاجات دي بنحتاج نعملها قبل العمليات. والميكروب السبحي مش عشان يقول انا عندي التهابات او ما عنديش، لا عشان يقول انا بدا يحصل عندي مشاكل من الالتهابات المزمنه ولا ما عنديش مشاكل من الالتهابات المزمنه. طب لو قبل العمليه اللوز سببت مشاكل في الجسم في الحاله دي بتعملوا ايه؟ بصي على حسب الموقف اللي بيحصل، يعني احنا لو عندنا حمى روماتيزميه حصلت ما نقدرش ندخل الطفل وهو عنده حمى روماتيزميه نقدر نقول انها اكتيف روماتيك فيفر، يعني هي في الوقت الحالي الحمى دي شغاله وبدات تعمل مشاكل في الجسم، لازم تهدى ناخدها في الوقت اللي هي فيه ان اكتيف. دي بتبقى طبعا بالمتابعه مع دكتور الاطفال ومع دكتور القلب. طبعا لو الالتهابات بتاعت ولما بنشيل اللوز الحمى الروماتيزميه بتقل ولا ممكن تختفي تماما؟ لا هو الميكروب السبحي بيبدا يقل من الجسم بس ما بتختفيش تماما، احنا بنبدا ناخد بنسلين طويل المفعول لفتره بيحددها دكتور الاطفال ودكتور القلب بالاتفاق مع بعض على حسب الحاله العامه بتاعه الجسم، طالما لو احنا وصلنا لقصه الحمى الروماتيزميه. انما برضه هاكد على حضرتك احنا ما عندناش تحليل يقول انا عندي لوز او ما عنديش لوز، ولكن انا عندي تحليل يجهزني للعمليه او عندي تحليل يقول انا حصل عندي التهابات مزمنه، عندي سوري مشكله من الميكروب السبحي في الجسم او لا. انما ما عنديش تحليل هيقول انا عندي لوز بتجيلي او ما بتجيش ليا. نقطه برضه الراديو فريكوانسي والخوف في الكبار هو ده برضو بيعمل لنا التئام في الجرح بشكل كويس، بيعمل لنا كيل الجرح بشكل كويس. قصه النزيف بعد العمليه ما بيحصلش غير قصه النزيف السنوي اللي قلت لحضرتك عليه، لو احنا ما اخدناش علاجاتنا مظبوط بعد العمليه
او ما اكلناش كويس. الاحتياطات يا دكتور مهمه جدا بعد العمليه دي، لانها بتساعد في نجاح العمليه بعد كده. طبعا كلام حضرتك مظبوط. فياريت ايه هي الاحتياطات المفروض اي شخص يلجأ قبل العمليه وبعد العمليه. قبل العمليه ما ينفعش ندخل اي حد العمليه، سواء طفل او حد كبير هيعمل لوز، يكون عنده نزله برد او التهاب في الجهاز التنفس العلوي او حتى درجه حرارته اعلى من الطبيعي. يعني احنا ما نقدرش ندخل، لو انت عندك يعني شرطتين بس زياده 37.2 او 37.3، ما اقدرش ادخلك اوضه العمليات، لان طبيعه اللوز ما تيجي تشيلي اي جزء من الجهاز الليمفاوي بتاع الجسم بعد العمليه طبيعي ان جسمه بيسخن شويه، فما نقدرش ندخله اوضه العمليات وهو اصلا من البدايه عنده حراره عاليه. فاحنا ما بندخلش حد عنده حراره عاليه اوضه العمليات. دي نقطة. النقطة الثانية، ممنوع يكون عنده التهابات، لازم على الأقل التهابات دي تكون موجودة من 10 أو 15 يوم قبلها. بنعمل تحضير بأدوية معينة، أدوية فيها بتقلل لنا الألم بعد العملية، وأدوية فيها بتخلينا نستخدم نسبة تخدير أقل في العملية. دي التحضيرات اللي قبل العملية. اللي بعد العملية طبعا المقولة الشهيرة اللي بتتقال في كل التلفزيونات وفي كل الآيس كريم. الآيس كريم. دايما بقول للأمهات وبقول للناس، احنا الآيس كريم ده نوع من أنواع الفولكلور. زمان عشان العمليات كانت بتتعمل بطريقة احنا ما بياخدش كل الأماكن اللي بتعمل نزيف، فبنستخدم الآيس كريم على أساس حاجة تساعدنا في ان يحصل معانا سرعة تجلط بعد العملية وان الجرح يلتئم. احنا حديثا اللي عاوز ياكل آيس كريم ياكل، واللي مش عاوز ياكل آيس كريم ما ياكلش. احنا بس كل الحاجات اللي بنبعد عنها، الحاجات الناشفة والحاجات السبايسي، كل الأكل ناخده بدرجة حرارة الجو، ما نحبش ناخد حاجة سخنة. الحاجات الساقعة خدها زي ما انت عاوزة، عصير بيبسي، مية ساقعة، آيس كريم، رز بلبن، جيلي، خد آيس كريم زي ما انت عاوزة. لو انت تحب آيس كريم خدي، ما تحبيش ما تاخديش. طبعا الحاجات الساقعة بتبقى على الجرح أحن وبتبقى أسهل، هي الحاجات الساقعة والحاجات الطرية. دكتور احمد نجم اشكرك لوجودك معانا، للاسف وقتنا خلص، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليكي وكل سنه وانتم طيبين وكل حضرتك المشاهدين طيب. كلهم بخير وسعاده.